ممكن؟ يعني ممكن عنده ابنيه؟ ممكن ممكن، وضروري احنا ناخذ فالح يروح يشهد بهذين المجرمين، ولازم الشرطة تتحرك عشان تقبض عليهم ويخلص نفسه ونتخلص من المجرمين ونخلص المجتمع من شرهم كلهم. طيب الله يعدي على خير ويجيب العواقب السليمة يا رب. آمين إن شاء الله. شفت يا أستاذ أديب إلى أي حد وصل الخطر؟ يا فندم أنا ما كنت أتوقع أن الأمور بتوصل إلى هذه الدرجة. كان المفروض تتوقع أسوأ من كذا لأنك أهملت تربية ولدك. هذا صحيح، أنا قلت أني لحقته في الوقت المناسب، لكن مع هذا لا، أنا لازم أربيه إن شاء الله. وبالنسبة للمعلومات الخطيرة التي كلمتني عنها حول المجموعة اللي جابوا لابنك السلاح، لازم نستوفيها كاملة المعلومات. يعني هذه مش كافية انكم تحركوا؟ لا مش كافية. خلاص انا المعلومات هذه عند فالح، انا ممكن اجيب فالح وتاخذ اقواله وتعمل اللازم باسرع وقت يا استاذ اديب. ولا وعلى العموم يا اخي انا شاكر تعاونك معنا، وصدقني يا استاذ اديب انه لو كل اولياء الامور عملوا زيك انحافظ على امن واستقرار البلاد. هذا واجب. شكرا. شفت إهمال تربية العيال إيش العمل؟ هذا الذي حصل يا صادق، قل لي إيش أفعل؟ إيش الحل؟ ما فيش حل. إلا في حل. ما هو؟ الحل إنك تعسكره. كيف؟ عسكره. ما دام ابنك فالح فشل بكل حاجة، احتمال كبير يفلح في خدمة الوطن.
لأن العسكرية رجولة وتربية. خلاص نعسكره. الدبانة خطوة الأمام زد أحسن. يا أخي ما هو مالك؟ هؤلاء جايين صارينا لا عندنا. لحظة، أنت حددت موعد مع أحد ولا شيء؟ لا إله إلا الله، شمس وقمرين والله العظيم. وإحنا اثنين كواكب. إيه يا شخص. يا حلا يا حلا، مالكم أول مرة تبصروا أجنبي؟ تعودوا لك مدري ما بقى. الحين قول لي أنت وعدت تنتين الساعة واحدة ولا واحدة؟ ما بتعرف يا شادي. يا حلا يا حلا يا حلا يا حلا. هذا العدلع ما هذا؟ ما هو ما هو ما هو أنوق على الحادث. أي حادث؟ هذا يا ابني لوك جديد. منو؟ حماة دفعت يعني حلك. بلوك 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 ما بلوك سمو الله مخرم. زبايد فما خفيف. أنا حلكت يا أستاذ فاسال. أنا حلكت عند في الصالون. ها صالون الطاق. ما أنا اللي قال لكم كده. إحنا داري عادي. ما الحبس ما هو إلا الرجاء. مالك عادي الرجاء. يا حيبا العب بلعب سامر بعد يا سامر. لا إله ما لك يا خليل. تعلي سيارة والله. أنا آسف. يا حلا يا حلا يا العب بلعب. عبري يا جماعة عبري. غير الموضوع غير الموضوع غير الموضوع. صح بس ما حد فهم. اسمعني. أيوة. ما فعلت لي في الموضوع الذي رسلتك على شانه أمس. أيوة أمس أنا صرت لعند أبو فالح وقلت له وقال لي وبعد وقالوا لي أيوة قالوا لي إقنع بس حيغنوا وصرت لعند أبو فالح قلت له أينو فالح؟ قال لي قالوا لك بالضبط لا تلف ولا تدور. قال لي أبو فالح إن فالح في مصنع الرجال. ها مصنع الرجال. ما هو مصنع الرجال؟ أنا أصدق أنا أول مرة أسمع بنا لكن عادي المفروض نقعد الرجال ساعة ما فالح ونلحق بعده وندخل مصنع الرجال. ما هي ما هو مصنع الرجال لا تجننيش. مدري أنا سمعت مصنع البيبس. مصنع الصابو. مصنع الغاز. لكن عمري ما قد سمعت بمصنع. الو الو. ايوه فالح كيف حالك يا ابني؟ الحمد لله يا بابا. وانتم كيف احوالكم؟ احنا بخير الحمد لله، ما ينقصنا الا شوفتك. قريب ان شاء الله يا بابا، بس يوافقوا لي على الاجازه وان شاء الله ارجع اصلح غلطتي وارجع زوجتي. يلا يا سلام يا ابني، هذه بشاره خير. طمنتني طالما انك فكرت ترجع زوجتك. هذه بشاره خير وتاكد لي ما سمعت عنك من اخبار جيده. صحيح يا با. ايوه اكيد صحيح. انت مرتاح مني وراضي عليا؟ ايوه يا ابني ايوه. واكدت لي بان العسكريه نجحت في تربيتك. الحمد لله يا با، وان شاء الله ان شاء الله ارفع راسك. ان شاء الله ان شاء الله يا ابني. الله يهديك ويوفقك. مع السلامه يا ابني. فهميه يا فهميه. ناري صاعد الجندبانة. هاي خطوة للأمام سر. هاي تم الموافقة على الإجازة التي طلبتها نظرا لانضباطك وسلوكك الحسن
وتفانيك في خدمة الوطن. هادوا الخاسر تبتدي أيامها الدنيا مشيدي تبتدي وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحي حلما من ضوء عيدي تبتدي أيامها الدنيا مشيدي تبتدي أيامها الدنيا مشيدي وحدتي أخرجي خفيقة في كل قمة أمتي امنحي للبأس يا مصدر بأسي وابتريني لك يا أكرام أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيحي